اشتريت أضحية واكتشفت أن بها عيبا فقمت ببيعها وصرفت الثمن دون أن أخرج منه صدقة، فما رأي الدين؟ برضو لازم تسأل نفسك، هو الأضحية دي اللي انت اشتريتها كانت منظورة ولا غير منظورة؟ أما لو كانت منظورة فيبقى يجب عليك إخراج ذبيحة أخرى أو كفارة يمين، لكن لو ما تكونش مش منظورة فالذي فعلته مكروه، أنت توجهت بقلبك لحاجة لله ما ترجعش فيها، عيب أخلاقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.